مرحبا بك وانت تستحق. وشفناك في مسلسل الحلقة بنت وجيها الجندوبي. اسمها جهينة. جهينة. جهينة اسمها صعيب شوية. جهينة كنت موجودة في الحلقة واحد. في الحلقة الاثنين نتصور فرصة كبيرة برشا بالنسبة لي كممثلة شابة انك تكون موجودة في مسلسل مؤثر وعنده وقع خاص عند المشاهدين هو الحرقة ومع الأسعد الوسليتي. احكي لي في البداية كيفاش كانت, كيفاش التحقت بيهم, عملت كاستينج كيفاه؟ فوالا عملت كاستينج وديجا في الكاستينج حسيت كي قريت لي الغول معناها اللي باش نكاستي عليه اللي هو نفسه جهينة حسيت ويسر فيها هكا دي زيموسيون وكل شيء كنت خايفة منه من الكاستينج. دخلت عملت الكاستينج وخرجت روحت على روحي. الحكاية الحقيقة نسيتها من الأول, قلت ما برش عبيد باش تجي تكاستي خيف نقعد هنا توتان ساشان لي أنا قبل خاطر عملت برشا كاستينجات في برشا حاجات وما رجعوا ليش وما كلمونيش. دونك هذاك علاش كي ما فقدتش الأمل كمان نمشي هي ما عادش كي اللي نروح وتقول سي بون وكها. ومن بعد بيامات حكيت 3 ولا 4 أيام وكلموني قالوا لي سي بون كل شيء. دونك وقتها بديت نحس اللي فما مسؤوليه فما حاجه معناها لازمني نقدمها. وقتها استوعبت اللي انا مع مدام وجهها واللي هي حاجه يسر خوفتني من الاول وستريستني على الاخر. كنت تتوقع انه حتى كي باش يقبلوك باش تكون في مسلسل اسمه الحرقه خرج لاصعد البسليتي عباد الدين الحكيم كاتب سيناريو وقدامك وجهها الجندوبي ممثل الكبير؟ ما كنتش نتوقعها الحكايه هذه جمله حتى كي كنت معناها نقول نحب معناها خاطر انا مغرومه من وانا صغيره نحب نمثل وقريت تياتر وكل. دونك عرفتك اللي ما كنتش نتوقع اللي معناها مع عباد كبار كي من هكا مع مدام وجهها معناها كيما قلت انت مسلسل ياسر مأثر ويحكي على حاجات قاعدين يصيروا مالوغوزمون في المجتمع متاعنا. دونك كانت حاجه